السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم سيارة أكسنت. هذه السيارة من الداخل، عدسة السيارة، الراديو والشاشة، تبريد، ميديا، تراك فون، اي سي، اي او اكس، مفروض 12 فولت، يو اس بي، غير اوتوماتيك، كاب هولدرز، الباب داخلية، مرات، التصوير من داخل، تحكمات بالستيرن، صوت، التحكمات الجانبية بالإضاءة، هذا الرون، المعدات، ماشي 11,000 كيلومتر، التحكمات الجانبية، شنطة التخزين. هذا السيارة من الداخل الخلفي، الباب الخلفي، صندوق السيارة، سبير بارت جديد من السيارة، كاميرا خلفية، الشنطة الخلفية، Thank you.
Yeah.